تتواصل الاكتشافات العلمية لتبرز أهمية الغذاء في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة جيدة. يحتاج جسمنا إلى عناصر غذائية لكل منها وظيفة مختلفة. إذن كيف نختار ما نأكل؟ كيف ننوع ونوازن فيه؟ تجيبنا من رام الله الاختصاصية في التغذية زينة البرغوثي معنا مباشرة. زينة، صباح الخير. صباح النور إليك، صباح النور لكل مشاهدين. شكرا لتلبيتك دعوتنا زينة. بداية، دائما نسمع أو يعني يتم نصحنا بأنه لازم توازنوا. كلمة التوازن بالغذاء ربما هي من أكثر الكلمات استخداما، دعينا نبسطها للمشاهدين. ماذا نعني بالتوازن الغذائي؟ بداية بنحكي عن التوازن بالغذاء، وصح هاي الكلمة جدا مهمة بعالم التغذية وعالم نمط الحياة الصحي، لأن معناتها أنه ما نبعد أو ما نعمل استبعاد لأي مغذي أساسي، سواء كانت من النشويات، من الدهون، من البروتين، من الفيتامينات والمعادن. لما نحكي عن نظام صحي متوازن يعني عم نحكي أنه بكل وجبة إحنا عم ناكلها بالنهار عم نحط المغذيات الأساسية اللي هي البروتين، الدهون والنشويات، وبالإضافة إلى التنويع بيناتهم. لما في التنويع مع وجود هدول ثلاث مغذيات الاساسيات بدون ما نقيم ولا اي مغذي من هدول، معناته هيك احنا عم نكون عم نعمل نظام غذائي متوازن. طيب زينة، لكن بالمقابل اذا بدنا ناخذ ما قلتيه وننطلق منه، بالمقابل عبر الانترنت يوميا نحن امام اذا بدك دفع لتناول يعني حميات غذائيه فقط من نوع واحد، مثلا حمية غذائية بالبروتينات، حمية غذائية بالنشويات، كيتو وغيرها من الحميات، وكل هذه الحميات لا تعتمد على هذا التوازن. أين الصحيح بالموضوع زينة؟ طبعا انا دائما بنصح، يعني هي نصيحتي دائما، انه اذا نعمل نظام غذائي فعلا يكون متوازن، فعلا يكون صحي، فعلا يعطينا فائده على الصحه الجسديه والنفسيه على الاصعده كامله، على المناعه، على الهضم، على الطاقه، فكره انه نتبع نظام بس يعتمد على مغذيات معينة واستئصال مغذيات أساسية زي النشويات على سبيل المثال، بدنا نعرف أنه هاي الأنماط أو هاي النظام الغذائي غير مبني على نمط حياة للمدى الطويل. لأنه كتير بنلاقي أشخاص عم نلاقيهم حتى عم نسمع هلا على الترندز معينة على السوشيال ميديا على حوالينا، أنه بيتبعوا نظام فقط يقتصر على أكلات معينة، مثلا على فئة البروتينات فقط، على فئة الدهون فقط. بهيك أنظمة ممكن الشخص ياخذ نتائج على المدى القصير، لكن هل هو الشخص بيتعلم عادات تغذوية للمدى طويل؟ لا. هل الشخص عم بنقص على حال المغذيات؟ نعم. هل الشخص عم بتبع هذا عشان يكون فعلا نمط حياة للمدى الطويل؟ أكيد لا. فعشان هيك نصيحتي دائما أنه ما نقيم ولا مغذي الأساسي، وبالعكس التنويع بمصادر سواء النشويات، البروتينات والدهون، ويعرف الشخص، عم نحكي إحنا أنه بنحكي عن نمط حياة، كمان يعرف الشخص حالته هو وجسمه شو بيحتاج. صحيح. الاحتياج صحيح. الشخص لنفسه كمان لما يعرفه هذا الشيء كمان بيعرف بيقدر ينوع بكل المغذيات بدون ما يقيم ولا مغذي. مخرج البرنامج هادي له فترة زينة ما بيعمل توازن، ليس بنوعية الأكل إنما بالصيام المتقطع، يعني بيتناول وجبة واحدة. هل التوازن يفترض أيضا أنه نتناول أكثر من وجبة؟ هلأ نحن ما نراه عند هادي أنه خسر العديد من الكيلوغرامات وبيدعي أنه مرتاح، لكن هل هو فعليا، هل ممكن أنه يكون في أعراض أخرى قد تصيبه، أو عدم توازن أنه بجسمه؟ هلا لما نحكي عن الصيام المتقطع هون عم نحكي عن طريقه اكل، ما عم نحكي عن نظام غذائي يعتمد على نوعيه الاكل. هلا وين الموضوع؟ انه اذا الشخص عم بيعمل صيام متقطع بساعات معينه بيقدر الشخص يلتزم فيها كجزء من نمط حياته بدون ما يكون حاط ستريس على جسمه، وبنفس الوقت قادر ينظم وجباته بساعات الاكل. يعني اذا الشخص عم بيعمل على سبيل المثال بنحكي 14 ساعه صيام او 16 ساعه صيام، عم بياكل بخلال 8 ساعات او 6 ساعات، هون الشخص دوره انه اذا الشخص قادر يكمل مغذياته خلال ساعات الاكل، يقدر ينظم وجباته ويقدر يضمن انه عم ياخذ البروتين بالطريقه الكفايه، النشويات بالطريقه الكفايه، الفيتامينات والمعادن، وتحت اشراف اخصائي، هون ممكن يكون عم بيستفيد. اما اذا عم بيعمل صيام متقطع وبنفس الوقت ما عم بيقدر ينظم وجباته بالطريقه الصحيحه، هون فعلا ممكن يكون فعلا نقص بالبروتين، وقد يؤثر على الكتله العضليه، وقد يؤثر على عمليه الايض، او ممكن الشخص ما عم بياخذ كفايه من الفيتامينات والمعادن. فالفكره هون انه كيف الشخص عم بيعمله، وكم
كمية الوعي والثقافة التغذوية اللي عند الشخص لحتى فعلا يطبق هذا الاشي على وجباته. فهون في عنا أكثر من عمل ناخده بعين الاعتبار لما نحكي بالذات عن الصيام المتقطع، لأنه مهم جدا الانتباه على كمية الأكل المناسبة للشخص ونوعية الأكل المناسبة للشخص خلال ساعات الأكل. وهون نقطة أنه الصيام المتقطع هو مش نظام لخسارة الوزن، هو نظام طريقة أكل يعتمد على توقيت الأكل، ما إلها نوعية أكل معينة. عشان هيك دائما نصيحتي أنه الشخص جدا مهم لازم يعرف يكون عنده ثقافة عن نوعية الأكل اللي بتناسب جسمه وبناء عليه يطبقه مع وجود الصيام. طيب زينة، لو كانوا المكملات الغذائية شخص، كان فينا نقول أنه النشويات هو الشخص أو يلي بيتعرض للتنمر عبر مواقع التواصل، ما حدا إلا ما بيحكي بالسوء عن النشويات، يعني أنه أقلعوا عن النشويات، خففوا النشويات، كتير حرام، يعني صيتهم للنشويات ما كتير حسن على مع الناس. فعليا أريد منك توضيحا أهمية التوازن بالنشويات، إلى أي مدى ضروري أن نتناول نشويات، وكيف ممكن أن نوازن؟ هلا انا دائما بحكي انه النشويات هي زي ما حكيت كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل عام نسمع انه النشويات تؤدي لزياده الوزن، او انا بدي اقطع النشويات عشان انزل وزن، بدي اقطع خبز رز، وكل هاي الجمل اللي دائما احنا بنسمعها حوالينا. دائما لازم نعرف شغله انه ما في ولا عامل واحد هو يؤدي الى زياده الوزن، دائما زياده الوزن هي مجموعه عوامل، منها نوعيه الاكل، ومنها نمط الحياه والرياضه والى اخره. هلا النشويات بالعكس هي تعتبر من اهم مصادر الطاقه بالجسم اللي بتعطينا طاقه خلال النهار. هلا وين الفكره لما ننوع بالنشويات اللي زي النشويات المعقده اللي عندنا زي البرغل، الفريكه، الكينوا، الشوفان، خبز الاسمر، اللي هي مليئه بالالياف واللي بتعطي بالعكس فائده للجسم من ناحيه المزاج، من ناحيه صحه الجهاز الهضمي، من ناحيه الطاقه، ونعرف كيف ندخلها بوجباتنا بالطريقه المناسبه بالكميه المناسبه، اذا ما في داعي لا الخوف منها ولا الابتعاد منها. بالعكس، فالاشخاص عندنا بتلجا للاكستريم، انه بتلجا انه انا بدي اقيم كل النشويات من صحيح. اكلي. هون الفكره انه لا، انا بدي افكر كيف انوع بالنشويات، كيف احط الكميه المناسبه بوجباتي بدون ما الجا لهذا الاكستريم اللي انا بعرف على بالاخر انه ممكن اشخاص تعطي هذا تعتمد النظام خالي من النشويات لفتره وبعدين ترجع للنشويات بطريقه اكثر من قبل. فاحنا الفكره نعرف شو هي النشويات المناسبه لجسمنا، ننوع فيها، وزي ما حكيت ما في عامل واحد هو سبب زياده الوزن، هي مجموعه عوامل، وما في داعي ولا مره انه نقيم اي مغذي اساسي فعلا جسمنا بحاجه له، لانه فعلا له فائده على جسمنا من الناحيه الذهنيه والجسديه زي ما ذكرت. طيب لنقدم بعض نصائح للمشاهدين، هيك ارسمي لنا اذا بدك هيك وجبه غذائيه ممكن تكون متوازنة، هيك لحتى يعرفوا ربما المشاهدين كيفية مزج أيضا هذه الأطعمة مع بعضها، لأنه أيضا يحكى كثيرا عن المزج وعدم المزج. يعني منشوفي معلومات اليوم، وفرت المعلومات الصحية صارت كثيرة، بس ما بنعرف إلى أي مدى هي أولا علمية، ثانيا مفيدة، ثالثا لها إذا بدك أساسات أيضا كما ذكرت علمية. هل يجب التنويع بالوجبة الواحدة؟ هل يمكن أن نأكل أكثر من صنف بالوجبة الواحدة؟ كيف يمكن أن نوازن بوجبة واحدة؟ ممكن تعطينا مثال زينة؟ طبعا اذا بنحكي مثلا هلا، طبعا التنويع بنرجع بنحكي على فكره التنويع جدا مهمه. يعني اذا بنحكي مثلا احنا على وجبه الغذاء نحكي دائما نفكر، دائما نسال حالنا عن ثلاث اشياء. اول شيء عنصر البروتين وين هو، عم نحكي عن زي السمك، الدجاج، اللحوم، وحتى البروتين النباتيه. وهون رسالتي كمان للاشخاص انه دائما نوعوا بمصادر البروتين. يعني في اشخاص بنلاقيها السمك مش موجود بحياتها، او الدجاج دائما متكرر اكثر من مثلا 4 مرات بالاسبوع، اللحوم الحمراء موجوده دائما. فالفكره من الموضوع اول سؤال انه وين مصدر البروتين، ننوع فيه سواء بكامل البقوليات، سواء من الاسماك زي السمك الابيض بشكل عام، او السالمون، الدجاج، اللحمه. فهذا اول جزء نسال الاشخاص او تسال الاشخاص نفسها وين مصدر البروتين. الجزء الثاني هو الالياف اللي عم نحكي عن السلطه او حتى كانت الخضار المطبوخه، سواء هاي اللي فيها كميه هائله من الفيتامينات والمعادن اللي بتعطي اول شيء الياف للجسم، بتنظم مستوى السكر، بتحسن من صحه الجهاز الهضمي. وانا دائما بحكي انه التنويع هو اساسي لصحه الجهاز الهضمي، لانه بيلعب دور بتعزيز
البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي اللي علاقة كتير بالمناعة. فالألياف هي سواء كانت السلطة أو الخضار المطبوخة، ونسأل حالنا أنه هل هذا العنصر موجود أو لا. الجزء كمان الموجود هو النشويات زي ما ذكرت قبل شوي، نحاول ندخل سواء كانت من البرغل الفريكة البطاطا رز الأسمر، اللي حتى هاي إحنا بنكمل هيك الوجبة بين البروتين الألياف والنشويات. فإذا الأشخاص سألوا حالهم هاي ثلاث أسئلة وين هاي العناصر، هيك إحنا بنكون وصلنا لطبق متوازن فيه كل عناصر اللي جسمنا بيحتاجها للطاقة لتعزيز المناعة وللشبع كمان. فهي عبارة عن يعني سؤال بسيط نسأله حالنا قبل ما نحضر الوجبة، إن هل هاي العناصر الثلاثة موجودة والتنويع فيها. وإحنا لما نحكي عن التنويع بنحكي بشكل موجودة بالضبط، التنويع بسيط يعني حتى السلطة احنا ممكن مثلا اشخاص بفكروا ان التنويع لازم يكون تنويع هائل، لو احنا نوعنا بالورقيات يعني مرة سبانخ مرة الخاص، حتى البروتين زي ما حكيت البقوليات من عدس من فاصوليا، حتى الانواع الدجاج والاسماك، فهي التنويع عبارة عن تغييرات بسيطة، بس الفكرة انه ندخل على جسمنا مغذيات مختلفة من مصادر اكل مختلفة. سألت مرة جدتي عن اللحوم، قالت لي كنا يعني كان لا نقدر نحصل على كيلو من اللحم، كان يجب أن نعبر إلى قرية أخرى، وبالتالي ما وكنا نجيب هذا الكيلو اللحم ونقسمه على كل الأسبوع، وكان بالأسبوع في عنا أيامات يلي هن ما بنتناول فيهم لحمة ولا بنتناول فيهم الدجاج، بس نتناول فيهم حبوب، نتناول فيهم الورقيات كما ذكرتي. إذن ممكن أن يكون الأمر بسيط كما كانت تفعل جدتي، صحيح؟ بدون كل هذه التعقيدات على الإنترنت. مليون بالمية، يعني فكرة أنه ننوع بمصادر البروتينات بالأخص زي ما حكيت موضوع مصادر البروتين النباتية سواء كانت من الورقيات والخضار والبقوليات زي ما حكيت العدس الفاصوليا إلى آخره، هاي إشي جدا مهم. وحتى كل هالأبحاث تشير قديش أهمية الأكل النباتي أنه يكون جزء من أكل. يعني دائما نسمع مثلا أشخاص بيقول لك أنا ما بتوقع أكلي يكون بدون لحمة، بس لما يصير في تعويض ويصير في فعلا نعرف ليش هذا الشيء مهم وليش لازم يكون على الأقل عندنا مثلا يوم يومين ندخل مصادر من البروتين النباتية يعني البقوليات ونعزز من الخضار، قديش هذا الشيء كثير رح ياثر على صحه الجهاز الهضمي على المناعه. ف 100% قديش مهم انه ننوع بهي المصادر، وقديش مهم انه يكون عندنا دائما الوعي على احنا شو عم ناكل خلال الاسبوع عشان نعرف كيف ممكن ننوع بس لو بخيارات بسيطه واضافات بسيطه. نعم، الاختصاصيه في التغذيه زينب الرغوثي، شكرا لك على كل هذه المعلومات العلميه المفيده، كنت معنا مباشره من رام الله.